ساعدوني. إنها الفرصة الثانية لنيكولا ساركوزي يبحث عنها بين نحو 70,000 مؤيد بحسب التجمع من أجل التحرك الشعبي، لبوا نداءه هنا في فيلبانت. أما هدفه فقلب استطلاعات الرأي التي خيبت آماله، محاولا استعادة سحر العام 2007 قبل 42 يوما من الاستحقاق الرئاسي. يدخل أوروبا في خطابه كعنصر حماية اقتصادية وكسد في وجه سيل الاستحقاقات، فلو أعيد انتخابه سيعمل ساركوزي على مراجعة كل اتفاقيات الشنغن ويطلق إنذارا أخيرا. إذا استنتجت بأنه في الأشهر الاثني عشر القادمة لن يسجل أي تقدم جدي في هذه الإدارة، فهذا يعني أن على فرنسا تعليق مشاركتها في اتفاقيات الشنغن إلى حين نضوج المفاوضات. فيما تبقى من خطابه أشار ساركوزي إلى اقتراحاته المعروفة عن العمل والهجرة، ومرة أخرى أبرز تجربته الرئاسية مقابل افتقار منافسه فرانسوا هولاند لمثل هذه التجربة. خلال الخمس سنوات أعطيت كل شيء لفرنسا لأن هذا كان هدف كوني رئيساً للجمهورية الفرنسية. من جهته أمضى فرانسوا هولاند نهاره على الأرض مؤكداً نيته بسحب القوات الفرنسية من أفغانستان بحلول نهاية العام الحالي، وترك للمتحدثين باسمه التعليق على خطاب فيلبانت. لقد استمتعنا بمشهدية جميلة اليوم، ولكن هذه المشهدية المسرحية الجميلة أخرجت خطابا سيئا جدا. الدعم القوي المتمثل بحضور النجوم مثل جيرار دوبارديو، أنريكو ماسياس وأيضا برنادات شيراك سيحجب النظر عن غياب رامياد أو جان لوي بولو في فيلبانت. في كل الأحوال هذا ما يريد أن يصدقه ساركوزي وأنصاره أيضا. هولاند يقول أبيض اليوم وأسود غدا، أنا لا أصدق استطلاعات الرأي، الفائز هو ساركو، هو الفائز وإن بصعوبة. بعد هذا اللقاء الجماهيري يواجه نيكولا ساركوزي أسبوعا حاسما مع إطلالته المتلفزة الأسبوع القادم عبر قناة التي أف.